متابعي قناة الواقع تي في، سلام الله عليكم في هذه التغطية الجديد بخصوص قضية الطفلة نعيمة، حيث تم تسليم المتهم الرئيسي في هذه القضية اللي هو فقيه إلى السلطات المعنية بمدينة زاغورة، قضية الطفلة النعيمة التي اهتز لها الرأي العام المغربي. وأيضا هناك جديد حصري، وهو اعتقال مجموعة من النساء بحسب مجموعة من المنابر الإعلامية، النساء متورطات في قضية الاختطاف ولربما القتل. على أي التحقيقات ستظهر المزيد، ونحن سنقوم بتغطية المزيد. وبحكم المصادر الإعلامية فهناك معلومات تقول بأن المتهم الرئيسي الفقيه فله سوابق من هذا القبيل في لمحاولاته البحث في الكنوز والتنقيب عن الكنوز مستعملا الأطفال الصغار. إلى هنا نأتي إلى نهاية التغطية الإخبارية، ولنا جديد معكم.